علاقة بالنتيجة ولا لها علاقة بالمباراة. ركنية الآن، ركنية الآن لمصلحة الشباب على طول. ملعوبة كرة بتتخلص من خالد عزيز ومرتدة ومحاولة موجودة، وفي عاصفة رملية شديدة حقيقة تهب على أرضية ملعب المباراة في أجواء قد تكون مغبرة وماطرة نوعا ما، قد تؤدي إلى إيقاف اللعب إذا ما ساءت الأمور، إذا ما ساءت الأمور عما هي عليه. طبعا الأجواء كانت صحوة اليوم صباحا، ولكن في الفترة المسائية هناك يعني زخات من المطر هطلت على نفس المنطقة التي يقع فيها استاد الملك فهد الدولي وعلى الثمامة أيضا والجنادرية، وبالتالي خلفت أجواء رطبة جدا قد تؤثر على نفس اللاعبين. شايف الصورة الآن بدت غير واضحة، الأجواء مغبرة تماما وعاصفة رملية تهب على المنطقة التي يقع فيها استاد الملك فهد. هنا المحاولة موجودة والكرة على طول، ولكن على ما يبدو في راية وأوفسايد، في راية وأوفسايد. مرعي العواجي لا يزال يواصل اللقاء، و قد يلجأ إذا ما استمرت الأمور وإذا ما ساءت الأمور عما هي عليه حقيقة في هذه العصفة. هذا الخطأ اللي شاور عليه مساعد الحكم الثاني محمد العبكري بوجود أوفسايد. في اللقطات البعيدة المباراة غير واضحة تماما، في اللقطات المقربة في الكلوز يعني قد يمكن للمشاهد متابعة هذا اللقاء. هنا المحاولة موجودة، كرة على الأرض على طول تلعب العرضية ولكن أيضا مقطوعة. يرجع يلمها خالد الزيلعي، كرة إلى خارج ملعب المباراة، رمية تماس. بالفعل عاصفة قوية جدا تحمل موجات من الغبار والأتربة تهب على ملعب الدرة على استاد الملك فهد الذي يحتضن هذا اللقاء في دقيقته 14 من شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة على الأرض على طول بتتهيأ، بحاول ويندل يلعب ويندل العرضية والمحاولة الرأسية، ولكن كرة في يد حارس المرمى، وأيضا كانت هناك راية من مساعد الحكم محمد العبكري بوجود خطأ أوفسايد تسلل. هنا علم المملكة العربية السعودية وراية التوحيد أيضا يحمله حكم المباراة ويسلم للحكم الرابع في هذا اللقاء. بدأت تهدأ الأمور شوي، كنا نتحدث عن التشاؤم والتفاؤل، وسأعود للحديث عن نقطة أيضا هامة قد لا تسر القافلة النصراوية. المحاولة موجودة في خطأ صفارة من حكم المباراة، فاول النصر بالمناسبة لما يحقق فوزين متتاليين في، والنصر هو الآخر أيضا في النسخ الأربع اللي شارك فيها لم يحقق أي فوز وهو يلعب على أرضه. في النسخة الأولى أمام الحزم خسر 1-2 على هذا الملعب والرد 0-1 بركلات ترجيح خرج. في النسخة الثانية تعادل 0-0 و1-1 مع الهلال وخرج. في النسخة الثالثة 3-3 مع الاتحاد و1-1 وخرج. كرة ملعوبة، محاولة موجودة ولكن كرة بتعدي إلى خارج أرضية ملعب المباراة، ضربة مرمى. هذا من منطقة التفاؤل والتشاؤم، ولا يمكن حقيقة تطبيق هذه المفارقات مشاهدينا الكرام على ما يدور من أمور هنا في هذا اللقاء الهام